الذكريات. يعني 78 وتر، خلينا نرجع شوي لبداياتك مع هذه الآلة. ما شعرتي بالإحباط في بداياتك مع التعامل مع هذه الآلة؟ فيني إلك ما نحبط. في مرحلة سألت حالي أسئلة عن بعدين شو، لأنه كبنت عم تعزف آلة شرقية، الوسط اللي حوالي ما كان كتير عم يساعدني، فكانت فترة كانت يعني ما كنت كمان مختبرة إمكانياتها للآلة، يعني كانت بأول مشواري معها. هلأ طبعا هذا الشيء يعني اختلف تماما. يعني هلأ كان أنا في تشجيع من العائلة؟ أكيد، يعني لولا عائلتي ما كان هذا الشيء صار. لأي مدى ساعدك يعني هذا التشجيع من عائلتك؟ فيني أقول لك عائلتي ساعدتني لأقصى الحدود. يعني نحن من لما كنت صغيرة كان في موسيقى وفي فن، يعني والدي حسن ميم يوسف هو كاتب وصحفي ومصور فوتوغرافي وزواق للفنون، وبالنفس الشيء والدتي. فطبعا كانوا يحرصوا انه يحضروا كل حفلاتي، وحتى في حال سافرت كان بقمة الدعم لي. زيادة عدد الأوتار مثلا موجودة فيها هون تكمن الصعوبة، انه كل وتر يعني هو على اي مثلا سلم من السلم الموسيقي او وين بالضبط؟ طبعا في كذا صعوبة. مثلا انت لما اذا لاحظتوا انا عم بازف عم غير العرب، فبدك سرعة بالعرب، بدك سرعة بحركة الأصابع الليونة، لأنه إذا قطعت يوم تمرين تاني نهار بتلاقي أنه أصابعك ما نعون بنفس الليونة اليوم السابق. طب المبتدأ كم من الوقت يحتاج عشان يصير محترف على هذه الآلة؟ أنت تعتبري نفسك محترفة؟ بتمنى أنه أنا يعتبروني الناس محترفة، لأنه يعني ما حدا بيعطي شهادة بحاله. يعني الحقيقة الموسيقى دائما في تطور، ما بصير الواحد يكتفي بحد ويحس بالرضا انه خلاص انا وصلت لهي المرحله وخلاص انا جيد وما في داعي للتمرين. دائما في شيء جديد ودائما في حاجه للتمرين. حلو، شو رح تسمعينا بعد ما سمعتينا العزف الشرقي؟ رح اسمعكم سماعي نهوند. Thank you.
حلو كثير 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 رائع.